تعالوا بقى نروح، بما أننا برضو بنتكلم النهاردة عن حاجات كثيرة تخص الشهر الكريم. أعتقد الخبر اللي جاي ده يسعد ناس كثيرة جدا. اليوم تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سير أعمال التطوير العظيمة اللي بتتم بمسجد الإمام الحسين، واللي بتعد يعني نقلة حضارية ليس فقط للمسجد وحده ولكن للساحة المحيطة والمنطقة بأكملها. شوفوا الصورة تتحدث عن نفسها. أنا يعني قد إيه بحب هذا المسجد الجميل، إذا كان الواحد يصلي داخل المسجد أو حتى يتفقده من الخارج أو يقرأ الفاتحة حتى في رحاب هذا المسجد الكريم. الحقيقة توجه وزير الأوقاف بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمام سيادته بتطوير مساجد آل البيت وتوجيه سيادته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام حسين ليكون جاهزا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل. وهنا هو ده الخبر، بأنه مسجد الحسين إن شاء الله هيكون في الشعائر الخاصة بالشهر الكريم، وده يعني في الحقيقة إحساس رائع جدا وهنبقى مبسوطين قوي بيه، لانه يعني زي ما بنقول احنا المصريين بلهجتنا كده الحلوه، سيدنا الحسين يعني سيدنا الحسين كده يعني اجواءه حلوه. حتى نقل الصلاه سواء صلاه الجمعه او صلاه الفجر بيبقى فيه اجواء الحقيقه، والناس بتبقى سعيده جدا سواء الحاضرين في مسجد الحسين او في الرحاب او في المنطقه كلها او الناس اللي بتشاهد ده على الهواء. الناس بتحس بجد بهذه الروحانيات الحلوه اللي موجودة. والسيد الرئيس بنفسه مهتم الحقيقة بترميم وإعادة من يعني المنطقة وأيضا كل مساجد آل البيت بشكل جميل، إنها تعود بما تليق به وأيضا تليق بكونها وبالحضارة وبالتاريخ وأيضا بالقدسية بتاعتها. خلونا ناخد هذا الاتصال مع الأستاذ عبد الغني هادي عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين، ونمسي عليه ونقول له مساء الخيرات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني الحقيقه خبر يسعدنا جميعا باننا يعني هنشارك وهنشاهد كل الشعائر من مسجد الحسين باذن الله. هو في الحقيقه انا يعني بشكر حضرتك على هذه المداخله. بنهني طبعا حضرتك وكل الساده المشاهدين بقرب شهر رمضان الكريم الذي يعني ياتي هذا العام بهذه البشرى الكبيره جدا، وانا اعتقد انها من اعظم احتفاليات دخولنا لهذا الشهر الكريم أن يكون عبر إعادة تطوير وترميم وتحديث مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في الحقيقة فرصة يعني في هذا الصدد الكريم والمناسبة الجليلة أن احنا نوضح بعض الأمور اللي تم تداولها فيما يتعلق بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه خطأ، والدولة المصرية والهيئة الهندسية اللي كانت مسؤولة عن المسجد ردت بشكل عملي على كل هذه التجاوزات في الحقيقة. أكيد. أولا مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه مش بس تم ترميمه في ال 18 يوم اللي الناس قالت إن طلع قرار إن المسجد هيبقى مش موجود في رمضان، هذا أمر غير حقيقي. الأعمال في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في المقام في أكثر من عام، وفي خارج المسجد وفي سقف المسجد وفي جدران المسجد أكثر من 5 شهور يتم الأعمال خارج المسجد. ولكن كانت الأعمال تتم بخارج المسجد وأمام المسجد وفي الجهات المجاورة للمسجد بدون أن يغلق المسجد، وكانت تقام فيه الصلوات. تمام. المرحلة ال 18 يوم فقط هي المرحلة اللي تم إغلاق المسجد، لأن الأعمال كانت في صحن المسجد. أيوة، فمش هينفع يكون في صلاة في الصحن وأنتوا بتعملوا كل التجديدات. بالظبط، فما كانش ينفع ان يبقى فيه اعمال وصحن المسجد ده طبعا كان يبقى فيه خطوره على الناس، وفي نفس الوقت ما كانش يبقى فيه تمكين، خصوصا ان الارضيه كان بتاعه المسجد داخله في التطوير، السقف بتاع المسجد، الاعمده والحيطان الداخليه الموجوده في المسجد. ده امر في الحقيقه لازم نوضحه لانه لم ياخذ يعني حقه، والكثير جدا من الاقلام المغرضه وبعض التيارات الغير منتميه للوطن. أكيد. أنا عايزة أقول لحضرتك وأطمنك، أنا عارفة طبعا أستاذ عبد الغني قد إيه الناس بتتكلم كتير عموما، بس إحنا في الآخر الصورة هي خير دليل. فالصورة الآن على الشاشة بتقول وبترصد كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها، التطوير في الخارج والداخل. السؤال اللي هيهم كل الناس، هنصلي إن شاء الله التراويح إذا ثبتت الرؤية غدا بإذن الله، هنصلي التراويح في مسجد الإمام الحسين إن شاء الله. رب العالمين أول تراويح ستُصلى في المسجد، وطبعا غدا الجمعة أول جمعة في رمضان اللي هي الجمعة بعد القادمة إن شاء الله رب العالمين ستصلى في مسجد الإمام الحسين. وأنا يمكن من أول ما تم البيان اللي صدر بالنسبة للعمل في المسجد، أنا دي فرصة كبيرة جدا أن نشكر وندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الكريمة لكل من كان سببا في هذا العمل بإتمامه أكيد. على هذا الوجه الوطني الذي أكيد. كان يؤثر وسيدنا الحسين، أنا أقول لحضرتك إحصائية بسيطة جدا، في الطبيعي أن في الشهر بيدخل هذه المنطقة في سيدنا الحسين 2 مليون مصري وغير مصريين، في وقت شهر رمضان يدخل هذه المنطقة ما يربو عن 16 مليون مصري وغير مصريين في منطقة الإمام الحسين طبعا. لذلك كانت القلوب متعلقة بأن يتم الصلاة في هذا المسجد والحضور الاحتفالات التي تقام في شهر رمضان، وهو نسك من النسك الذي اعتاد عليه المصريين، بل وأقول وزوار من العديد جدا من الدول كانوا يزورون مصر في هذا الوقت، كان هذا معلم مهم جدا. لذلك نحن نشكر وندعو الله سبحانه وتعالى لكل من كان سببا في سرعة إنجاز العمل وعودة هذا أكيد. المسجد للعمل مرة أخرى في رمضان. ندعو الله سبحانه وتعالى له بموفور الصحة والعافية أكيد. وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لخدمة هذا البلد، وهذا أكبر دليل وطني على هذا المشروع، هذا مشروعا قوميا بامتياز أكيد. واحنا الحقيقة سعداء بهذا المشروع، لأنه المصريين مش بس بيحبوا آل البيت، لكن كمان يعني بيحبوا إن هم يبقوا متواجدين ودايما يعتنوا بهذه الأماكن المقدسة اللي موجودة عندنا في مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الغني هادي، عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين، وبنؤكد على حضراتكم إن شاء الله لو ثبتت الرؤية بإذن الله غدا ستكون أول تراويح نصليها بإذن الله في مسجد الحسين، ويعود المصلين وكل الناس تقدر تدخل المسجد، وأكيد هيلمسوا كل التجديدات والتطوير وإزاي المسجد هيعود بشكله الجميل، وهو مسجد جميل في التكوين أصلا، ولكن التطوير والتجديد أكيد سيزيده جمالا ورونقا وروحانية، وإن شاء الله الناس تسعد بيه وإحنا كمان سعداء بيه.